هذه كرتنا، هذه كرة الهدف. يتقدم فيها يوسف. السلام عليكم افريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو مطلوب من قبل العديد من المشاهدين الكرام، بارك الله فيكم، وهي سلسلة مسيرة يوسف بالليلي ابن مدينة وهران الباهية. صراحة ترددت كثير في عمل هذه السلسلة لأن وجه يوسف بالليلي غير صحيح، يعني فيفا لم تقم بنسخ وجه يوسف بالليلي ووضعه في لعبة فيفا، ولكن إن شاء الله إذا حصل هذا الفيديو على تفاعل يا جماعة الخير وعلى الدعم، أحاول أني أصنع وجه يوسف بالليلي وأن أضعه في اللعبة. قبل ما نبدأ لا تبخل علينا باللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ومشاهدة الفيديو للأخير. يلا يا جماعة الخير نوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك، ودعوني لا أطل عليكم، يلا بنا ليتس جيت ستارتد يا حبيبي. أولا مهنة جديدة، استخدمت التشكيلة الحالية، مهنة لاعب، نعم مهنة لاعب، اختيار لاعب حقيقي في نادي بريست، يا رب يكون هنا بالليلي، بالليلي رقم 24، اختيار يوسف بالليلي، يلا تقدم. مستوى صعوبة المباراة راح نخلوه أسطوري، ريثما نلاحظ مدى مهارة يوسف بالليلي، أكيد يكون ممتاز. تقدم يلا. يحصل بريس على صفقة جديدة وهو يوسف بالليلي، مثل ما تشاهدون بريس يتعاقد مع يوسف بالليلي. اللاعب يوسف بالليلي هو الأحدث في التشكيلة وهو الإضافة الواعدة لتشكيلة بريست الأساسية هذا العام. مع تصويب جميع العيون إليه من السهل أن تتساءل إن كان جناح الأيسر البالغ من العمر 29 سنة يستطيع تقديم ما هو متوقع منه. بدأ مدرب بريست حديثه قائلا: ليس لدي شك بأن يوسف بالليلي يملك المهارات للمنافسة في الفريق، سأعتمد على قدرته في التأقلم مع باقي أعضاء الفريق، ويوسف بالليلي جاهز لهذا التحدي، هل أنتم جاهزون؟ يلا ليتس جو. إلى أين؟ أولا علينا تدريب يوسف بالليلي، يلا. بالليلي يقدم كل ما لديه من أجل أن يكون أساسي، ونعم أساسي يا جماعة الخير. مثل ما شفتم اليوم عندنا مباراة ضد كوينز بارك رينجرز ضمن الدرع الأوروبي. يا جماعة دعونا نرى يوسف بالليلي، هذا هو يوسف بالليلي يا جماعة. يلا مباراة اليوم، يوسف بالليلي صاحب طاقة 76 ضد كوينز بارك رينجرز، ليتس جو. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة الودية اليوم بين كوينز بارك رينجرز من انجلترا وستاد بريست من فرنسا، لنرى ماذا يطلب مدرب بريست من يوسف بالليلي. ضغط هجومي، القيام بثلاث تدخلات في ملعب الخصم، سجل ما لا يقل عن هدف من خارج منطقة الجزاء وتحقيق تقييم 7.5. بسم الله بداية المباراة، يلا رائعة من يوسف. لا أدري إن كانت هناك رقصة يوسف بالليلي ولا إجباري يكون هناك. حذري 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 حذري، الحمد لله الدفاع يتدخل. يا الله بالليلي ثقيل، لازم نسدد بيوسف. يوسف لازم تكون في المرمى، لازم تكون بدقة. يا الله يا الحكم، نهاية الشوط الأول. يلا الشوط الثاني، ما نفذنا ولا أي مهمة من مهام مدرب. حذري الحارس، أول فرصة في المباراة يا جماعة، أول فرصة حقيقية. يلا يوسف، يا ذي ضيع، أنا نظل يسجل، والله لنظل يسجل، دائما يسجل به. يوسف يا الله، حذري 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 حذري، الحارس يتدخل. هذه كرتنا، هذه كرة الهدف. يتقدم فيها يوسف، يا الله محبتي والله، لم اريد التقدم من اجل تسجيل الهدف من بعيد من خارج منطقة الجزاء، هذه هي مهمة المدرب. يا حكم، نهاية المباراة 0-0، لم نقدم ولا شيء في هذه المباراة. اوكي ولا اي مهمة نفذناها، شوفوا حسرة يوسف بالليلي. اوكي يا جماعة محتلين المركز الثاني بنقطة واحدة، الآن نواجه صاحب المركز الأول في هذه المباراة.
اوكي اسسي في مباراة اليوم يتوجب علينا اللعب بذكاء. يلا ليتس جو مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا بكم في مباراة اليوم بين يونيون البلجيكي وستاد بريست الفرنسية. هذه يا جماعة بريست اللي نرى ماذا يطلبه مدرب بريست من يوسف بلايدي في هذه المباراة. ان شاء الله تكون مهمة سهلة. 7.5 كتقييم، اكمل 7 تمريرات وسدد تسديدتين على المرمى. ايزي هذه على يوسف بلايدي. والله فقيد بالليلي، انا غالبا ما كنت اراوغ بكل سهولة، سواء برياض محرز سواء بمهنة لاعب الخاص بي. ولا لا حذاري، الحمد لله الحارس. يلا سدد سدد يوسف. لماذا لماذا تصدد الكرة يا زميلي يوسف؟ يو والله حصلت جول. شو 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 الحارس يتفرج. ينقص التدريب يا جماعة، ينقص التدريب. يوزع يوسف والتسديدة راسية رائعة وتمريرة أروع. كول. هذه التسديدات كنت نسجلها يا جماعة. نهاية الشوط الأول 0-0 يا جماعة. يلا الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. اوكي هذه التسديدة ولا تمريرة؟ حذاري حذاري، الحمد لله الدفاع. حذاري، الحمد لله الدفاع. الدفاع صدها. يوسف يا الله. يوسف يا الله، والله لا تريد المرور، لا تريد المرور حتى للحارس. يوسف يو. هذه كرة جول، كرة جول يا الله. ونهاية المباراة أعزائي المشاهدين 0-0. مباراة كانت صعبة جدا على يوسف بالليلي الذي لم يتأقلم بعد مع الأجواء. نفذنا مهمتين من مهام المدرب. التقييم كان 7.5 واحنا حصلنا على تقييم 7.4. اوكي محتلين المركز الثالث بنقطتين. A few moments later. يا الله يا جماعة، والله ماني مصدق. بروسيا دورتموند يطلب خدمات يوسف بالليلي. احنا فقط لعبنا مباراتين مع بريست. لقد قبلت مؤخرا عرضا من بروسيا دورتموند، وقد فوض مدير اعمالك على راتب وقدره 60,000 أورو اسبوعيا. ارجو ان تؤكد لي ان كنت تقبل بهذا العرض او ان كنت ترفضه والبقاء معنا في بريست. يا جماعة والله قبول العرض، قبول. يلا يا سلام يا سلام. اوكي يا جماعة الخير، مثل ما تشاهدون توقيع بالليلي على عقد بروسيا دورتموند. اعلن ستاد بريست عن بيع يوسف بالليلي الى دورتموند. تم عرض لاعب وسط جناح البالغ من العمر 29 سنة في صفقة بلغت 10.5 مليون أورو، والتي ستقود الى انتقال اللاعب القادم من الجزائر الى بيته الجديد. يوسف بالليلي يتحصل على الرقم 17 مع دورتموند. ورد للتو في بيان صحفي من بروسيا دورتموند توقيع عقد مع يوسف بلادي البالغ من العمر 29 سنة. وقد أدلى مدير بروسيا دورتموند بهذا التعليق بشأن هذه الإضافة الجديدة. هذا ما يحتاج إليه النادي، لاعب نشيط وجديد في توليفة الفريق. أنا على يقين بأنه سيكون إضافة رائعة لتشكيلة اللاعبين الرائعة بالفعل. يشعر كثيرون بأن جناح أيسر جديد هو ما يحتاج إليه دورتموند، ويأملون بلا شك أن يتمكن بالليلي في ترسيخ اسمها، وهو مستعد لهذا التحدي الجديد. أوه يا جماعة الخير، اليوم مباراة سوبر كوبا النهائي الله أعلم يا جماعة الخير أمام بايرن ميونخ، ويوسف بالليلي أساسي بقميص بروسيا دورتموند. يا سلام، والله فرحان يا جماعة الخير.
مباراة أولى للوافد الجديد سيشارك بشكل أساسي، كيف سيكون تأثير على الفريق؟ ابقوا مشاهدينا الكرام، أين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة كلاسيكو ألمانيا بين دورتموند وبايرن ميونخ ضمن نهائي السوبر كوبا. لنرى ماذا يطلبه مدرب بوروسيا دورتموند من يوسف الليلي صاحب الرقم 17، تقييم 7.5، تجنب الخسارة وتحقيق ما لا يقل عن هدف أو تمريرة حاسمة في هذه المباراة. يلا بسم الله بداية المباراة. مع بوروسيا دورتموند سيتطور يوسف الليلي بنسبة كبيرة. في مسيرته يسير يوسف الليلي يسجل هدف عالمي في شباك مايونين نوير من افضل حراس في العالم ضد افضل من افضل الاندية في العالم. يوسف يا الله على الطاير، على طريقة زيدان، على طريقة زيدان. يوه على طريقة زيدان يا جماعة. عدلوها. ميلر يا فرحة لم تدم. لا 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 الهدف الثاني. ونهاية الشوط الأول 2-1 لصالح بايرن ميونخ. يلا الشوط الثاني مشاهدينا. يوسف والله سدت بقوة. يا حكم ضربة جزاء، هذيري الهدف الثالث. ليفادوسكي من غوريتسكا. يا الله والله كنت أأمل في أول لقب ليوسف بالليلي في أوروبا. خسرنا البطولة يا جماعة، معلش. خلطني خلط والله يا جماعة، ما عرفت أحزن ولا أفرح. ونهاية المباراة وخسرنا البطولة. مؤسف يا جماعة، نهاية المباراة وخسرنا اللقب والبطولة. صراحة أنا فرحان بالهدف الذي سجله يوسف الليلي، كان أسطوري جدا. أول هدف في هذا الفيديو وفي هذه السلسلة. صراحة فرحان كثيرا وحزين كثيرا لأننا خسرنا هذا البطولة. يا ليتني كنت مكانه وأرفع الكأس، أو يوسف الليلي يرفع الكأس، معلش. خيرها في غيرها يا جماعة. مهمتين لم ننفذها، تجنب الخسارة والتقييم كان سيء. حزن يا عم غرف تبديل الملابس مثل ما تشاهدون، معلش. خيرها في غيرها يا جماعة. إذا الدوري الألماني سيبدأ بمواجهة AFC فرانكفورت بطل اليوروبا ليج يا جماعة. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، يعني 3 مباريات في الفيديو الواحد يا جماعة الخير، من بسبب الحرارة يا جماعة لا أستطيع. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، لا تبخل علينا باللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيه. أعطونا آرائكم وتعليقاتكم حول هذا الفيديو، آرائكم حول الفيديوهات القادمة، ما رأيكم في هدف يوسف بالليلي التاريخي؟ سأعمل له مونتاج وأقوم بمشاركته في ستوري يوسف بالليلي. شكرا لمن شاهد الفيديو الأخير، شكرا لمن يدعمنا، بارك الله فيكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. اعتنوا بأنفسكم جيدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم.